الحرص الملكي على توفير وتأهيل البنية التحتية الخاصة بالأشخاص المعاقين يتواصل عبر تدشين المركز الجهوي للتكفل بالأشخاص المعاقين التابع للمركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين. هي الملحقة الثالثة بعد فاس ووجدة، مهمتها الأولى الوقاية والتكفل المبكر بالشخص المعاق طبيا تربويا رياضيا واجتماعيا. مركز العناية بالأشخاص المعاقين بمراكش يندرج في إطار هذه المنظومة اللي بلغت ما يقرب 340 مليون درهم استثمرتها المؤسسة في مراكز مماثلة عبر جميع أنحاء المملكة، ولكن كذلك في دعم كل الفاعلين في هذا المجال لا سيما الجمعيات اللي لها الدور الأساس في إطار دعم الأشخاص المعاقين بالمملكة. هي ملحقة ومركز متعدد الاختصاصات سيتكفل بالأشخاص المعاقين خاصة الأطفال منهم في مجال التربوي، المجال الصحي، مجال التكوين المهني والإدماج المهني، مجال الرياضة، وكذلك سيعمل على تقوية كفاءات وقدرات متدخلين في مجال الإعاقة والنسيج الجمعوي العامل بالإعاقة في الجهة. المركز أنشئ من طرف مؤسسة محمد الخامس لتضامن بقيمة 28 مليون درهم بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عيادة طبية وقاعات خاصة بتقويم النطق والحركة والتأهيل النفسي يتوفر عليها المركز الذي شيد على مساحة هكتار. العلاجات اللي كنقدموا في هذا المركز هما بحال العلاجات اللي يكونوا عند أي شخص عادي، غير هنا كنعطيوهم الخاطر أكثر وكنصبروا معهم لأنهم ناس اللي ما كيفهموش بحال الناس العاديين. بنتي تريزومي 21 عندها مشكل في الأسنان، عندها سوسة شوية في الدروس، تنجبها هنايا عند الطبيبة دابا بغي يرسلو ليها ويدير لها دتخاج بغي يرسلو ليها تحسن. لا كاين تحسن كبير. جلالة الملك محمد السادس قام بجولة في مختلف مرافق المركز، كما زار أقسام التكوين المهني التي تشتمل على 5 ورشات: الطبخ والديكور والفخار وخدمات الطوابق والبستنة. بنية متعددة الوظائف هدفها تحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة بغية إدماجهم بشكل أفضل.